عليها مصري على الراديو 90 لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح للتقرير اللي اتقدم النهارده من وزاره التخطيط اللي بتستعرض فيه المؤشرات الاوليه لاداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من عام المالي الجاري، وده كان طبعا اثناء اجتماع مجلس الوزراء النهارده. وفي كتير من الارقام عايزين نفهمها وتبين لنا كمواطنين تحسن الاقتصاد المصري ازاي، ايا من القطاعات اللي زودت من معدلات النمو، النسبه المستهدفه من الحكومه المصريه لمعدلات النمو اخبارها ايه. طبعا ده مرورا مع جائحه كورونا، ولكن واضح ان في ارقام متزايده جدا الفتره دي. هنشوف كده مع صديقنا العزيز الاستاذ محمد نجمه الباحث في شؤون الاقتصاد. يا استاذ محمد مساء الفل. انا مساء الفل استاذ خير، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. شفت التقرير النهارده اللي اتقدم في مجلس الوزراء من وزاره التخطيط عن الربع الاول من العام المالي الجاري، شفته ازاي؟ يعني طبعا شفته تقرير مهم جدا، لانه اول حاجه ان احنا بنبص عليها التقرير هو في الظروف الحاليه اللي بيمر بيها العالم، فهي ظروف صعبه جدا طبعا. العالم بيمر بازمه تضخم، ومش بس تضخم وارتفاع اسعار، لا كمان عندنا ركود في عدد كبير من القطاعات ومن الاسواق ومن الدول. شركات كثيره بتعاني جدا، وفي لسه امبارح كان عدد من دول العالم بتعلن السحب من مخزونات النفط عشان تحاول تقلل الاسعار. صحيح. ده خبر مهم جدا عشان اسعار الطاقه مرتفعه جدا. الخلاصه ان العالم بيمر بازمه صعبه جدا. دلوقتي ازمه الجائحه طوارئ الخلف شويه، خلاص يعني دلوقتي العالم مش مشكلته الاساسيه ليست الجائحه. بل المشكله الحقيقيه دلوقتي هي ازمه التضخم وازمه الطاقه وازمه سلاسل الامداد. فاحنا هنا النهارده لما بنتكلم ان احنا في مصر قادرين حتى هذه اللحظه انه السوق يفضل شغال على الاقل، وانه بنعمل معدل نمو ايجابي ما نزلناش لمنطقه الانكماش، فده بحد ذاته انجاز. لو احنا حققنا 1% فقط في معدل النمو هو شيء بحد ذاته انجاز، في دول ثانيه مش قادره ان هي تحقق هذا المعدل. فبالتالي احنا النهارده اللي بنتكلم فيه من الربع الاول، الربع الاول بما نقصد بيه اللي هو الفتره من يوليو تمام الى سبتمبر، يوليو اغسطس سبتمبر تمام. الفتره دي بنسميها الربع الاول، يعني ربع سنه، السنه اربع تربع تمام. ده الربع الاول من العام المالي اللي احنا فيه تمام. طبعا انا بوضح ده للغير المتخصص يعني عشان ما يتلخبطش كده. نقدر نسميها استاذ محمد الربع الاول من النصف الثاني من العام مثلا، لان ممكن تتصور البعض من الربع الاول اللي هو يناير فبراير مارس. بالظبط، ما انا بوضح ده عشان ما نتلخبطش بين العام المالي والعام الميلادي تمام. الربع الاول بنقصد بيه اللي هو من يوليو لسبتمبر، مش من يناير فبراير مارس تمام. احنا بنتكلم عن الفتره اللي فاتت دي اللي هي يوليو اغسطس سبتمبر تمام. الفتره دي الارقام اللي قدامنا بتقول ان احنا عملنا فيها معدل نمو لكل الاقتصاد، كل قطاعات الاقتصاد ب 9.8%، هنقول رقم تقريبي 10%، وده للاسف بيتحسب بالمقارنه على اساس سنوي، يعني بنشوف نفس الربع السنه اللي قبلها ده سنه 2020 تمام، نفس الفتره اللي هي يوليو اغسطس سبتمبر كنا عاملين معدل نمو كام، فبنقارن على اساس ده. فاحنا مقارنه بالسنه اللي فاتت عملنا زياده في الناتج المحلي، او زياده اقتصادنا توسع او بقى حجمه اكبر، كنا بنقدر 10% مقارنه بالسنه اللي قبلها. لما نبص بقى للتفاصيل هنلاقي انه في قطاعات عملت نمو عالي جدا، في قطاعات عملت نمو بسيط، في قطاعات عملت نمو متوسط، كل ظروف مختلفه. في قطاعات بتعاني، في قطاعات عملت انما متوسط نموه هو 9.8 بالظبط كده، ده متوسط القطاعات. من القطاعات اللي عملت معدل نمو عالي؟ اه بس خد بالك انا ليه بقول الكلام ده، ان ده متوسط عشان ممكن حد يسمعني يقول لك والله انا بعاني. صحيح، ما عشان كده عايز افسر للمستمع هو ايه اللي عمل نمو عالي وايه اللي لسه مش عامل نمو. بالظبط كده. بص اللي احنا قدامنا النهارده هي معلومات او بيانات اللي اتيحت عن القطاعات اللي عملت نمو. التفاصيل الباقيه عن القطاعات بقى كلها اللي عملت انكماش او اللي عملت نمو ضعيف لسه مش متاحه، دي هيتم اتاحتها اظن خلال الاسبوع القادم. احنا اللي عارفينه النهارده عندنا معلومات عن خمس قطاعات. الخمس قطاعات دي هي قطاع الفنادق والمطاعم، دي عملت اعلى نمو على مستوى القطاعات والاسواق. قطاع الفنادق هنا ممكن المستمع يسالني يقول لي يعني سياحه بخير، ولا اتكلم هنا على السياحه الداخليه والخارجيه؟ بالظبط، كل هنتكلم عن السياحه في مصر بقى، سواء السياحه دي عملت ايرادات من سياح اجانب ولا سياح مصريين. حقهم عادي برضه الفتره اللي فاتت كتير تمام، كويس انهم شغالين. معدل النمو في القطاع ده 181%. هايل 181%، ده رقم كبير جدا.
الرقم هنا طبعا متاثر بسنه الاساس، يعني متاثر بسنه الاساس، يعني احنا بنقارن بالسنه اللي فاتت طبعا، والسنه اللي فاتت كانت الظروف صعبه جدا. فبالتالي احنا بنقارن بوقت كانت السياحه قافله، كانت المطارات عندها حاله اغلاق، كان السفر عليه قيود كبيره جدا. فالنهارده 181% نسبه كويسه طبعا، ما هياش نسبه هائله، لان زي ما بقول لك سنه الاساس احنا بنقارن بفتره كانت الظروف فيها صعبه جدا. تمام. فده اول قطاع. قناه السويس 20% نمو، مهم جدا وده رقم كويس، ليه؟ لانه برضه السنه اللي فاتت كانت الظروف صعبه. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16%. تمام. الصناعه او الصناعات التحويليه 15%، التشييد والبناء 10%. صناعات تحويليه دي الدواء مثلا يعني؟ بالظبط كده، برافو عليك. هو فعلا تمام، جزء كبير من التحسن وفقا لكلام وزاره التخطيط، جزء كبير من تحسن الصناعات التحويليه هو المستحضرات الدوائيه وصناعه الدواء. صحيح. كان عليها دور كبير جدا الفتره الاخيره. طبعا ده مفهوم، لان احنا النهارده عندنا ثلاث مصانعين لانتاج لقاحات كورونا، عندنا كمان مصانع الفتره الجايه هننتج فيها اللقاح المصري باذن الله لما نخلص التجارب السريريه، وعندنا كمان توسع كبير جدا حصل في صناعه الدواء الفتره الاخيره استعدادا لموسم الشتاء. موسم الشتاء اللي هو موسم الانفلونزا. صحيح. قالهم انه ده بالنسبه لهم حاجه موسميه بيزيد فيها مبيعات جدا. وانا كمواطن شايف الادويه اللي بنعوزها من مضادات حيويه وفيتامين سي والحاجات دي كلها متوفره بسعر السنه اللي فاتت. صحيح. بالظبط كده، ان هي تكون متوفره اولا، ثانيا متوفره بنفس سعر السنه اللي فاتت. فبالتالي موسم الشتاء بيحصل فيه ان الناس بتلجا بشكل كبير وبتزيد مبيعات او مشترياتها بتزيد من الدواء، بالذات ادويه البرد والانفلونزا. فبالتالي النهارده واثناء الجائحه كمان، فاحنا بنتكلم في معدل نمو كويس جدا اللي هو 15% للصناعات التحويليه. كمان صناعات المشروبات والصناعات الغذائيه والملابس والورق والنشر او كل حاجه المتعلقه بالكتب دي برضو صناعات حصل فيها نمو كبير جدا. التشييد والبناء السنه اللي فاتت كان بيواجه مشاكل، لان الحكومه كانت بتحاول تنظم السوق، كان عندنا تصالح في مخالفات البناء، كان عندنا شروط جديده للبناء. فالنهارده بنتكلم في 10% معدل نمو مقارنه بالسنه اللي فاتت كان في ركود في السوق ده، كان في مشاكل كبيره في السوق ده بسبب الاجراءات التنظيميه الجديده اللي الحكومه فرضتها على الشركات المقاولات وشركات المطورين العقاريين. تمام. فدي نظره عامه عن معدل النمو بشكل اجمالي كمتوسط وبشكل تفصيلي. من قراءتي كده وحضرتك صحح لي ان الخمس قطاعات اللي حصل فيهم نمو هي القطاعات المنتجه، يعني القطاعات ما وصلناش لمرحله التجاره تحت اللي ممكن يحس بيها المواطن. مصانع الادويه انتجت كتير جدا فبقى عندها وفره، زي ما حضرتك قلت لي برضو، سواء في الزراعه او في المشروبات او في المأكولات، او مطورين عقاريين شايفين طرح كتير جدا. ولكن الاستهلاك بقى تحت كتجاري اعتقد ده ممكن يكون من القطاعات المقصوده بقى اللي ما حققتش نسبه نمو كبير. صحيح. احنا الفتره دي عندنا طبعا معدل تضخم مرتفع، عندنا ارتفاع في تكلفه الشحن البحري، المولين البحري. تمام. فاحنا عندنا هنا جوه مصر عندنا بعض المشاكل اللي اتاثرنا بيها من او نتيجه للازمه العالميه. طبعا. وندره الواردات عامه في معظم المنتجات. بالظبط كده، عندنا اثار الاسمده بنستورد جزء منها من بره، الاعلاف بنستورد جزء منها من بره. فاحنا متاثرين، بس التأثير ده ما زال حتى هذه اللحظة يمكن التعامل معاه تأثير سلبي، لكن ممكن ان احنا نعندله، ممكن نحتويه. وانا كمواطن مش حاسه قوي، سواء بتضخم في الاسعار الزياده الى بعض القطاعات مثلا، يعني في قطاع الغيار مثلا، في العربيات، في الحاجات دي، انما القطاعات الاستهلاكيه بالنسبه للمواطن ما حسهاش لسه قوي، لسه ما وصلتش المواد الغذائيه اللي انت قصدها اللي بس انت هتلاقيها موجوده مثلا في العربيات، هتلاقي في اوفر برايس مثلا في العربيات كتيره جدا. هتلاقي في العقارات الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه هيشهد زياده، لان المواد الخام بدات تزيد. لكن كسلع لا واحده واحده يا استاذ محمد، ما تحطهاش في النص كده وتجري مني. لا العقارات هتزيد الفتره اللي جايه؟ طبعا. راجع لايه؟ زياده اسعار مواد البناء؟ بالظبط الالومنيوم والاسمنت والحديد والرخام، صناعات كتيره جدا، مواد خام كتيره جدا بتدخل في الصناعه دي، زادت اسعارها العالميه. بس هو اعتقد هو سوق غير سوق مثلا العربيات اللي فيه الاوفر برايس، لان في ندره فيه، انما اعتقد في العقارات ما فيش ندره، فممكن سياسه العرض والطلب هنا ما تزودش بالنسبه لحضرتك متوقعها. هي النسبه اللي هتحصل الزياده انا اتوقع هي هتكون مثلا 5% 7% في الحدود دي. مش هتزيد عن كده. في مناطق ثانيه من العالم فيها زيادات ضخمه جدا. طبعا. احنا رغم كل الظروف اللي احنا فيها دي، احنا بننتج جزء كبير من احتياجاتنا. من الاسمنت ومن الحديد ومن مواد الخام والمدخلات الانتاج اللي داخله فيه العقارات وفي التطوير العقاري وفي التشييد والبناء. تمام. وكمان من الناحيه الثانيه الحكومه لا تتوقف عن ان هي تبني وتطرح طبعا، فبتعمل مرحله توازن في السوق ما بين القطاع الخاص والمعروض من الحكومه.
بالظبط. وزاره التخطيط اتكلمت عن دور هيئه المجتمعات العمرانيه والاستثمارات اللي هي بتضخها في القطاع ده، فبتقلل شويه من الاثر السلبي اللي احنا هنشوفه بسبب ارتفاع الاسعار العالميه اللي هو هيأثر محليا. فكل ده بيخلي التاثير السلبي بيتم تخفيفه او تخفيض الصدمه شويه. هو مع جائحه كورونا ومع الكارثه الحكومه المصريه حاطه هدف او تارجت ليها لمعدل النمو، يعني حاطه رقم؟ معلش مره ثانيه السؤال. بقول حاجه، يعني الحكومه المصريه حاطه رقم لمعدل النمو المتوقع ل 2021؟ يعني مثلا حاطه انها توصل لنسبه 5% 5.5%. بالظبط 5 بالظبط 5.6%. طبعا انا من وجهه نظري ان احنا نقدر نحقق اكتر من كده، اكتر من الرقم ده. قبل جائحه كورونا كنا ممكن نوصل ل 6% و6.5%، النهارده احنا بنتكلم في 5% 5.5% في الحدود دي. لكن انا وجهه نظري ان احنا بهذا الوضع اللي احنا ماشيين فيه نقدر نحقق رقم احسن من كده، ولولا ازمه الاقتصاد العالمي دلوقتي وازمه الطاقه وسلاسل الامداد والشحن البحري كنا نقدر نوصل ل 7% و8%. ان شاء الله هنوصل باذن الله، المؤشرات جيده جدا. كل الشكر للصديق العزيز الاستاذ محمد نجم الباحث في شؤون الاقتصاد. يتصور البعض ان احنا بنتكلم في ارقام او في لغه صعبه، ولكن هو اللي احنا بنتكلم فيه هو ده اللي بيوصل لنا في الاخر. العقارات هتزيد ولا لا؟ العربيات هتقل ولا لا؟ الاوفر برايس هيتشال ولا لا؟ الزراعه، المنتجات الزراعيه، المنتجات الغذائيه اللي احنا بناكلها، كل ما بنستخدمه المؤشرات دي بتبقى طالعه من الحكومه بتوضح لنا كمواطن ده دور انا بقى هنا ان انا اروح مسهل مبين ايه اللي هيزيد، ايه اللي هيقل، ايه اللي هيتوفر، ايه اللي ممكن ما يتوفر. كل ما هيتم استيراد وكل الواردات اعتقد هتتاثر الفتره اللي جايه نتيجه الازمه العالميه دي، مالهاش علاقه بينا خالص، نتيجه طبعا كل المقومات اللي قالها استاذ محمد. 91 9 رقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 6.